مين سترايكر يعني؟ امبابي كده كبير. امبابي والنبي. اه والله امبابي والنبي. امبابي والله امبابي والنبي. لا يعني ممكن هو ممكن يدخل عرب من اليونايتد برضه فريقك الثاني يعني. داخل في نفس اللعيب هاري كين طبعا. هاري كين بايرن ميونخ برضه داخل في هاري كين. انا مشكلتي برضه مع هاري كين، ما انا يعني هاري كين دلوقتي داخل 32 سنه على ما اعتقد. لا هاري كين 29 سنه. بس برضه يعني يديك اربع سنين. لا يديك اربع سنين. هاري كين بلا شك هو احسن مهاجم في انجلترا دلوقتي يعني، المهاجم الاساسي في اخر خمس ست سنين، مش النهارده ولا امبارح يعني. لا هو هاري كين عشان تاريخه كبير قوي، هو اتظلم انه بيلعب في توتنهام بالمناسبه، لكن تاريخه كبير قوي، فالناس متخيله ان عنده 34 35 سنه يعني. فلا طبعا هاري كين رقم واحد. كيليان امبابي لو عرفت تجيبه ما اظنش انه يبقى السنه دي، لكن كيليان امبابي ما عرفتش. هو هاري كين ما قدامهوش حد تاني، هو العمود الفقري بتاع ريال مدريد. اه ممكن تعمل تعديلات، لكن تعديلات متوسطه المستوى 7/10 و8/10، لكن لما بتتكلم على العمود الفقري لا، لازم تبقى عندك سنتر باك تقيل يجي يلعب اساسي ويخطوط خط الدفاع، عندك لعيب في وسط الملعب كرييتور، لان انت بقى عندك دلوقتي بتتكلم في لوكا مودريتش وكروس، هو المعدل بيقل. اه في خبرات في كواليتي مش موجوده، لكن في النهايه انت لازم لا يبقى عندك حد هو اللي يشيل. بتتكلم على صفقه بيلينغهام، صفقه اجباريه لريال مدريد، وفي النهايه والفيرود، فبتتكلم على عمود فقري في اي فرقه. لو جبت ثلاث لعيبه كبار لا ينقلوا ريال مدريد. بالمناسبه ريال مدريد اه موسم بالنسبه له سيء، لكن ريال مدريد السيء ده بنفس الفرقه دي واخد ثلاث نسخ دوري ابطال، والنهارده بيوصل سيمي فاينل وهو مش في 50% من حالته. ففي النهايه ريال مدريد مش في كارثه يعني. لا واخد كاس كمان. هو مش في كارثه يعني. في مشاكل كتير جوه فرقه ريال مدريد، لكن المباراه النهارده تنقل ان هو في كارثه. المباراه بس، انما لانه في لقطتين مهمين جدا يا كريم عايز اقول لك عليهم في الماتش يلخصوا المباراه بالنسبه لي يعني. تخيل مين اكتر لعيب لمس الكره من ريال مدريد لحد الدقيقه 70؟ اكتر لعيب لمس الكره في ريال مدريد كورتوا، تيبو كورتوا. الناحيه الثانيه اللعيب الوحيد اللي ما سددش على مرمى ريال مدريد هو ادرسون. لا هو اصلا ادرسون لحد الدقيقه 25 ما لمس الكوره، حتى كنت قاعد مع بعض الاسبوع قلت لهم اسوء لاعب في الملعب. ما جاش هو الكاميرا ما جاتش عليه، هو عايز يتصور ما يعرفش لابس ايه. ظهر في الدقيقه 3 بس كوره رجعوا له ورا وخلاص شكرا. فتخيل انه ال10 لعيبه بتوع السيتي سددوا على مرمى ريال مدريد. الراجل مش بس ان هو بينقل فكره الكره الشامله بتاع الكره الهولنديه في الثمانينات، لا ده هو عامل حاجه حتى ما كانتش بتحصل في الكره الشامله. الكره الشامله انه فرقه معظمها بتدافع ومعظمها بتهاجم، لكن انت بتتكلم على 7 أو 8 لاعبين في الحاله الهجوميه، وعنده 2 3 ثابتين ورا في الخط الخلفي يعني. شابوره الحمد لله قدر الله ما شاء فعل.